أمي، لقد نصبنا الخيام وبقي القليل فقط، أي أنه بقي البعض بلا خيام وسنحل الموضوع، وقبل المطر لن يبقى أحد في العراء. شكراً لك ابنتي. إن لم يكن هناك شيء تقولينه سأذهب للنوم. تصبحين على خير. حليمة؟ نعم أمي. أرطغرل أين؟ لا أعرف أين. تقصدين ركب حصانه وذهب دون أن يخبرك، صحيح؟ أجل. أتريدين أن أصدقك؟ أنا أقول الحقيقة أمي، إذا كنت أعرف أين هو فسوف أقول ولن أكذب. أرطغرل يلعب بالنار وأنت تعلمين، هذا صحيح؟ أي أني محقة. ماذا إن أصبح صمتك كارثة علينا ووبالا؟ أمي، ما بالك؟ تريدين أن أشتكي عن زوجي لأمه؟ نعم أريد أن تشتكي، فالوضع خطير والأمور تتدهور. لا تجبروني على فعل أشياء لا أريدها. أنا وكل أهالي الكاي كنا كلنا نثق بأرطغرل، وكان هو بطلنا، وهل هو هنا الآن؟ لا. لماذا ليس هنا؟ لأن الجميع أخطأوا بحقه ولم يثقوا به. قالوا يده مصابة وأبعدوها عن المحاربين، وقالوا إنه لن يهدأ ويريد أن ينتقم، وأدرنا جميعاً ظهرنا له يا أمي وتركناه وحيداً، والآن ما الشيء الذي سينقذنا من هذه الحسرة عليه؟ أستأذنك حليمة. أعدك أني سأراقب خطواتكم، فلا تضطروني لأن أخذ قراراً لا أريده، هل فهمتي؟ أمي، إن حليمة ليست بهذه القوة حتى تدل أرطغرل على أخطائه. تطلبين الكثير من امرأة لا تليق بسيد غونغتشي. ولدي أرطغرل يعشق الفتاة، ولن ينتهي عشقه لها. آه يا سليمان، آه ليتك كنت حياً وبجانبي الآن، كم أحتاج إليك سليمان.